السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر نوفمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: ولي العهد رعاه الله، أزمة كورونا رسمت معالم جديدة للعمل في العالم. العمل إعانة التعطل للمواطنين فقط. وإلى صحيفة الأيام والتي استهلت: ولي العهد في رسالة للموظفين، نواصل نحو طموح لا حد له بجهودكم المتميزة. تباطؤ منحنى فيروس كورونا وانخفاض الحالات الحرجة. ومع صحيفة الوطن والتي بيّنت: مجلس الوزراء تفويض المواصلات بتوقيع مذكرة خدمات جوية بين مملكة البحرين وإسرائيل، مناقصة لتطوير منافذ مشروع شرق الحد الإسكاني. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت: استثناء الرياضيين من قانون العمل والتأمين، تشديد الرقابة على شركات الاتصالات المزودة للإنترنت. نبدأ مع صحيفة البلاد، ونطالع منها أنه تبدأ اليوم فعاليات قمة الشباب لعام 2020، والتي تأتي بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة، تنفيذا لرؤية عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أيده الله، والرامية إلى إشراك الشباب في صناعة القرار وتهيئة البيئة المثالية لقيادة مستقبل مملكة البحرين. هذا وستحظى قمة الشباب 2020 بشرف مشاركة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عبر الاتصال المرئي. بيّنت صحيفة البلاد أن الاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية وكل من مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين والمنظمة الأوروبية بالتعاون الاقتصادي والتنمية، أعلنوا عن تنظيم الندوة الدولية الثانية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بإعادة فتح الأسواق العالمية والفرص المتاحة لأصحاب الأعمال. نتحول إلى صحيفة الأيام، ونقرأ منها أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قال إنه في إطار الحرص على الارتقاء بالمنظومة الإدارية والفنية للإصطبالات المحلية في مملكة البحرين، فإنه سيتم إنشاء إصطبالات خاصة للإصطبالات المحلية الأهالي، مضيفا أنه تم اختيار الموقع المناسب لإنشاء الإصطبالات بالقرب من قرية القدرة. وفي خبر سار نطالع من صحيفة الأيام أن شركتي فايزر الأمريكية وبيوتينك الألمانية أعلنتا عن ثبوت فعالية لقاح بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19. وأشارت منظمة الصحة العالمية أن اللقاح قد يغير الوضع الوبائي بشكل كامل بحلول شهر مارس لعام 2021. ذكرت صحيفة الأيام أن وزارة التربية والتعليم حددت كشفاً تضمن 28 مرضاً مزمناً، وبيّنت التربية أنه يجب عدم حضور الطلبة المسجلين ببرنامج اضطراب التوحد والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون بالمدرسة، وعدم حضور الطلبة المصابين بالأمراض المزمنة. إلى أبرز ما جاءت به صحيفة أخبار الخليج، حيث نطالع أن مملكة البحرين رشحت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار لمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية،
ويعكس ترشيح مملكة البحرين لمعالي الشيخة مي لهذا المنصب لمنجزاتها العديدة التي حققتها في مجال صناعة السياحة المستدامة وتعزيز العلاقة ما بين السياحة والثقافة. دروس كورونا فكر الاندماجات، عنوان مقال في صحيفة أخبار الخليج للكاتب هشام الزياني، فإلى سطور هذا المقال. يحدث على المستوى العالمي والإقليمي وربما في دول الجوار بين فترة وفترة اندماج إما على مستوى القطاع الخاص وإما على مستوى القطاع العام. هناك الكثير من الجهات التي ينبغي أن تدمج تحت وزارات أو تحت هيئات، التوسع في إيجاد كيانات متناثرة بعضها يتشابه في الأدوار والمهام، فإن هذا الأمر يستحق أن يدرس بعناية فائقة من أجل تقليص النفقات وتجويد العمال وقطع الطريق على أن تكون لدينا كيانات متناثرة بعضها متشابه. نطرح أفكارا من أجل أن نحقق خطوات تسهم في استمرار العمل من دون أن نفقد كيانات بشكل تام، ومن أجل أن تخفض المصروفات والإنفاق بتقليص الكيانات التي أصبح وجودها يرهق الميزانيات من دون أن تحقق بعض هذه الكيانات أي إضافة مهمة. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية صرح أن شرطة المديرية وتنفيذاً لتوجيهات سعادة رئيس الأمن العام قامت بإغلاق ساحل جد الحاج إثر تداول مقطع فيديو لحصان غارق في الطين بالموقع، موجهاً إلى تسيير دوريات أمنية بالساحل على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الوضع في الموقع بشكل جذري. إلى صحيفة الوطن، ونطالع منها أن النيابة العامة أحالت 3 أطباء وممرضة للمحاكمة الجنائية بتهمة التسبب خطأ في موت توأم مولودتين بمجمع السلمانية، كما أحالتهم و3 ممرضات إلى اللجنة المختصة لمجازاتهم تأديبيا لارتكابهم مخالفات للأعراف الطبية ليس لها صلة بوفاة التوأم. وأثبت تقرير اللجنة الفنية مسؤولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلائهم بواجباتهم. بقلم هيفاء عدوان، نشر صحيفة الوطن مقالا لها بعنوان 2021-2022 ميزانية طموحة وتحديات كبيرة، فإلى هذا المقال. جاء مشروع ميزانية الدولة الجديد ليمثل تحدياً آخر أمام الحكومة في ظل الموازنة بين خفض النفقات الحكومية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً واستمرار تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والعمل على زيادة فاعليتها. أولويات الميزانية الجديدة هو الوصول بالعجز المالي الأولي بدون فوائد خدمة الدين العام إلى 568 مليون دينار للعام المقبل و388 مليون دينار لعام 2022، وهو ما يشكل أحد أكبر الأعباء على الميزانية العامة للدولة خاصة بعد تراجع أسعار النفط عالمياً. ومع انتهاء الحكومة من وضع مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2021 و2022 وإحالتها للسلطة التشريعية وفق الأطر القانونية والدستورية وحسب المادة 109 من الدستور، تنتقل الكرة إلى ساحة السلطة التشريعية لأخذ دورها الرقابي في مناقشة بنود الميزانية ومناقشة الإجراءات الحكومية في خفض المصروفات وتعزيز كفاءة الإنفاق والاستخدام الأمثل للموارد المالية.
نطالع من صحيفة الوطن أنه خلال اللقاء الافتراضي الذي جاء بتنظيم من غرفة صناعة وتجارة البحرين، أكد مدير إدارة الشراكات ودعم العملاء في تمكين عصام حماد عن انتهاء دعم استمرارية الأعمال في الوقت الحالي مع عدم وجود خطة لإرجاعه، وأنه ستكون هناك برامج دعم في المستقبل القريب مؤسسات ذات العناصر المحددة عن طريق منح مالية. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة برامج إذاعة وتلفزيون مملكة البحرين والبث المباشر لقنوات إذاعة وتلفزيون مملكة البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين.ph. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.